86 يا مسهل يا رب. لا لو تانية برنس وليانجي حطها ليرو مالك حته. اقفل 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 اقفل. حضري حضري. حرام 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 من نفس الطرف اللي هناك. دموع مصر محب ما تعيطش يا ابني ارجوك. يرجع ورا على 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 على. اخلص اخلص اخلص. عرضيه عاليه على سيده داخل. ويه ادينا حاجه يا اخي ادينا حاجه يا اخي. حرام عليك حرام عليك. عرضيه عاليه تتقطع مره تانيه لحجازي. حجازي على اللي فوق. وهي ايه ضرب جزاء ضرب جزاء. استنى بس محدش يشوف حرف كبيره كبيره مين من غير عيل عاشور. ربنا يستر. ده كفاية انه بيسجد مع كل جول. طبعا بيشكر ربنا ودي حاجة مهمة. كل واحد بيشكر ربنا بطريقته. ما هو ميسي او رونالدو بيجيبوا جوان بس ما بيسجدوش. خلينا في مصر احنا دولة مسلمة بس فيها مسيحيين وبرضه مصريين. انتي مش فاهمة حاجة. تعرف ده اللي فاهم. ما تتكلم كويس. انتوا فظاع بجد. كل شوية ولا حد ابدا زينا. مصر لينا لوحدنا. لا لا دي لينا يا عمنا. العالم كله هاشتاجه. شوفوا اللايكات ده احنا ترندت. ولا حد ابدا زينا. الهاشتاجات الهاشتاجات بوظت كل الحاجات. زي الفلاش يعمل عيون. الهاشتاجات الهاشتاجات والمحتاجات. الهاشتاجات الهاشتاجات بوظت كل الحاجات. زي الفلاش يعمل عيون. الهاشتاجات بقت ايد الولاد. لعب البنات الهاشتاجات والمحتاجات. انت روبي واحنا بحري. مصر لسه عرض حصري. احنا اصل بلدنا طبعا. انت ريفي احنا حضري. انت نوبي واحنا بحري. مصر لسه عرض حصري. احنا اصل بلدنا. الهاشتاجات بوظت كل الحاجات. زي الفلاش يعمل عيون. الهاشتاجات بقت ايد الولاد. لعب البنات الهاشتاجات والمحتاجات. الهاشتاجات الهاشتاجات بوظت كل الحاجات. زي الفلاش يعمل عيون. الهاشتاجات بقت ايد الولاد. لعب البنات الهاشتاجات والمحتاجات. طب ليه ما تبقاش كلنا؟ اوعى تبني عليه. كفايه مش كفايه ده حقنا. لا يا نجم ده حقنا احنا. مالكم يا شباب ماسكين في خناق بعض ليه؟ ايه ده؟ انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ ده مو صلاح. لا ده اكيد شبهه. ومو صلاح ايه اللي هيجيبه هنا؟ جايز معسكر المنتخب او اهله وحشوه. ايوه اهلي وحشوني وعلى طول بيوحشوني. يعني انت محمد صلاح بجد؟ بجد. وعلى فكره انا جاي مخصوص عشانكم.
عشان احنا عشان زعلان منكم. ليه بس كده يا مود؟ احنا بنحبك. ما انا كمان بحبكم عشان كده جيت لكم. انا مش فاهمه حاجه. شفتكم نازلين في بعض خناق وزعيق، ليه بس الصراع ده كله والتفرقه؟ اصل هو كان بيقول ده ترجع تتكلم. ايوه ارجع اتكلم وانا كمان اتكلم. لا انا اللي هتكلم. بس مفيش مشكله اننا نتناقش ونختلف، بس لما نختلف يبقى بالراحه وباحترام الراي التاني. انا مثلا في انجلترا من دين تاني غيرهم، وبلد ولغه مش لغتهم، لكن باحترامي ليهم ولعاداتهم احترموا هم كمان عاداتي وتقاليدي وديني ولغتي. يا مو، مش ربنا بيكرمك عشان انت بتسجد له؟ ربنا بيكرمني عشان بعمل اللي عليا، بتدرب كويس، بحترم زمايلي وبتعاون معاهم، ولما بنجح بشكر ربنا زي اي انسان مهما كان دينه او لونه. سمعتوا؟ ده اللي انا قلته لكم. احنا كلنا مصريين، اللي من الصعيد او بحري، من النوبه او حتى اسكندريه. من نجريج. بالظبط، من نجريج. يلا عندي ماتش مهم ولازم استعد. ربنا معاك يا صلاح. علمهم اللعب. فاكرك بقى مش هصيح. وريهم مين صلاح. وانتوا كمان نفسي ما تضيعوش وقتكم كله اونلاين في صراعات ملهاش لازمه، وتخلوها تسرق وقتكم وحياتكم. انزلوا تقابلوا، تواصلوا بجد مش عن طريق شاشات. ركزوا انكم تنجحوا، اعملوا اللي عليكم وحبوا اللي بتعملوه. يلا سلام. سلام يا مو. ربنا معاك. هنشوف الماتش يا مو. هتوحشنا. سلام. ياه، نفسي ابقى لعيب كوره زي صلاح. انا بقى عايز ابقى ممثل مشهور. انا بقى نفسي ابقى زي تامر حسني. وانا زي وجز. طب ليه مش حمو بيكا؟ ده كفايه اللي بيكسب. انا بقى هبقى فاشونيستا. وانا بلوجر وفولورز بتوعي يوصلوا ملايين. وانا منى زكي. وانا احمد مكي. ولا اقول لكم انا هغني زي شيرين. هو انت صوتك حلو؟ على فكره مش مهم الصوت. امال ايه اللي مهم؟ الشهره والفساتين الحلوه. يا جماعه شفت فيديو بيقول ان الغنى حرام. ده بيفتي وكل الناس بيغنوا. ده حتى الكوره طلعها حرام. والفساتين. يعني ايه الفساتين حرام؟ ايش فاهمك انت؟ هو انت بتضحكي على ايه؟ انا حره اضحك زي ما انا عايزه. لا انت بتتريقي عليها. بجد كفايه. انا بدافع عليها. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ مش كفايه خناق بقى؟ بس مش دي يسرى؟ يسرى؟ ايه اللي هيجيبها هنا؟ انت باين عليكي اتجننتي. لا ما اتجننتش، انا يسرى. بجد؟ بجد؟ ده ايه اليوم الحلو ده؟ حلو بيكم بس من غير خناق. وعرفت المكان ده ازاي؟ كنت معديه لقيتكم بتتخانقوا ومحدش فيكم سمع التاني. طب قولي حضرتك، لاعب الكوره احسن ولا الفاشونيستا؟ الناجح في شغله هو الاحسن. وبعدين تعالوا هنا، ما سمعتش حد فيكم يعني بيقول نفسي اطلع مهندس ولا دكتور ولا مدرس ولا ضابط ولا صنايعي شاطر. دكتور ولا مهندس ولا ضابط. طب ما تضحكوني معاكم، بتضحكوا على ايه؟ احنا اسفين بس الموضوع يضحك. ليه؟ مهندس ايه ودكتور ايه؟ دول بيكسبوا كام دول؟ نذاكر بقى ويطلع عينينا وابويا يدفع دم قلبه وفي الاخر نتخرج ونقبض كام بقى؟ سؤال وجيه. يعني هي المساله مساله فلوس وخلاص؟ امال ايه يا نجمه؟ ده شوف اي مطرب مهرجانات بيركب ايه وبيقبض كام. مش مهم بيقبض كام، الشهره والناس اللي حواليه والفولورز والترند واللايكات بالملايين. ادخلي بقى صفحه اهم دكتور في مصر واي مطرب، شوفي فرق الفولورز. هي الدنيا عندكم بقى فولورز وترندات ولايكات وبس؟ امال الدنيا ايه؟ فيها حاجه اسمها قيمه ماديه اللي هي الفلوس، وفي قيمه معنويه يعني ازاي تاثر في الناس وتعمل خير يقعد ليهم وليك في حياتك وفي حياتهم. قولي لهم كلام يفهموه. ايه؟ قولي لهم كلام يفهموه. حاضر هقول لهم كلام يفهموه. حاضر. عمر حد من عندكم من اهلكم عي او مرض او تعب؟ انا ماما جالها كورونا وكانت في حاله خطيره جدا. طب وحصل ايه؟ الدكتور دخلها الرعايه وفضل معاها لحد ما بقت كويسه. يعني الدكتور انقذ حياه مامتك، مش الفلوس ولا الفولورز ولا اللايكات ولا الترندات. نظريه برضه. هي دي بقى قيمه العلم، ومش بس في الطب،
الطرق اللي انتم ماشيين عليها والكباري والتليفونات اللي انتم ماسكينها في ايديكم هتعيشوا ازاي من غير عقول الناس اللي عملتها؟ طالما الناس دول بقى مهمين قوي كده، ليه ما بنشوفهمش في التلفزيون؟ في دي بقى عندك حق، الاعلام فعلا محتاج يكثف ظهور النماذج المشرفه دي، بس ده ما يمنعش ان في دكاتره وادباء وعلماء مشهورين جدا وبيطلعوا في التلفزيون. زي مين؟ اقول لكم. عارفين مين العظيم ده؟ لا مش عارفين. ده أدبنا المصري العظيم نجيب محفوظ، اللي حصل على أكبر جايزة في تاريخ الأدب العالمي، جايزة نوبل، والعالم كله احتفل بيه. عزيزي الأستاذ نجيب محفوظ، إن صرحك الأدبي العظيم يدعونا لأن نعيد النظر في الأشياء. إن مواضيع مثل كنه الزمان والحب، المجتمع والقيم، المعرفة والإيمان تتوالى كلها في مواقف متباينة وتقدم في أفكار مثيرة للعواطف وذكريات وأساليب جريئة وواضحة. On behalf of the Swedish Academy, I congratulate you on your eminent literary accomplishments. And now, may I ask you, Miss Kulthum Najib Mahfouz? والآن ندعو الآنسة أم كلثوم والآنسة فاطمة نجيب محفوظ. Step forward to receive from the hands of His Majesty the King, on behalf of your father. لتسلم جائزة نوبل للأدب عن عام 1988 من يدي الملك كارل جوستاف السادس عشر. تتقدم أم كلثوم وفاطمة يحاول الملك مداعبتهما ويسلم الآن على أم كلثوم وفاطمة ويعطيهما الجائزة، وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ، هنيئا لابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية، هنيئا لمن تغذى على آدابهما وفنونهما فأنتج لنا أدبا استعاد للعربية عالميتها وللعروبة مصداقيتها. نجيبه. مساء الخير يا ولاد. مساء النور. هو صحيح حضرتك الشهرة والفلوس مش حاجة مهمة؟ لو جاء المال والشهرة فأهلا بهما وسهلا، لكنهما لم يكونا قط هدفي، لأني أشعر أنه بدون الأدب لا معنى لحياتي. قد يكون لدي أصدقاء جيدون، رحلات، رفاهية، ولكن بغير الأدب كانت حياتي ستكون بؤساً كاملاً. أهل مصر هم شخصياتي وكتبي، الحارة والقهوة والفشاوي والحسين علموني الحكمة والضحكة والإنسانية، فلما عبرت عنهم عرفهم العالم وعرف مصر من قصصي. انصح الولاد والبنات يا عم نجيب. أنصحهم وينصحوني. إحنا ننصحك. طبعاً. صحيح يا أولاد إنه أنا عندي اللي مش عندكم، اللي هو الحكمة والمعرفة والخبرة، ولكن أنتوا كمان عندكم اللي مش عندي، عندكم الجرأة والتمرد والعلوم الحديثة. وخلوا بالكم مفيش حد بياخد بس، لازماً على قد ما ناخد لازم ندي. طب يا جدو نجيب، هو في حد من قرايب حضرتك كاتب؟ جدي كان كاتب عظيم. جدك؟ جدي وجدكم الكاتب المصري القديم. انا هسيبكم علشان تتعرفوا عليه بنفسكم. Thank you.
أنا الكاتب المصري القديم، جد النجيب نجيب محفوظ، وأول من كتبت القصة في التاريخ. رويت فيها أمجادكم وأمجاد أجدادكم المصريين في الحرب والسلام والعلم والطب والحب والإنسانية. اقرأوا كي تعرفوني وتعرفوا عني وعن أجدادكم كل شيء. اقرأوا، خير جليس في الزمان كتاب. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، دي كلمات الشاعر العظيم والكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، ومعناها إن كلمات الحكمة والمعرفة، كلمات الأنبياء والفلاسفة والمعلمين، نور بيرشدنا لطريق الخير، إنما الكلام اللي فيه أذى وتفرقة وعنف ده سواد وضلمة وحاجة ما تليقش بينا. كل ما عرفنا أكتر روحنا تبقى أرقى وأحلى وأطيب. الأساس في الإنسان من أول ربنا ما خلقه إنه يعرف، لأنه لو ما كانش عرف كان زمانه لسه في الكهف. المعرفة المعرفة المعرفة. المعرفة حاجة مشرفة، جناح النور عشق ورفرفة، ولا عمر اكتفى من نور معرفة، الشاطر ولو علم الدنيا كتاب افتح واقرا، لونه تلاقيه صفحات وحياة، ولأي هدف تمشي طريقي يا هلك يا أمان ياخدك وياك. كون كاتب حلمك مش مكتوب، ولا عمر اكتفى من نور معرفة، الشاطر الواعي الموهوب. احلم على قد الحلم، الحلم تكون عالم دكتور فنان فنان مجنون. احلم على قد الحلم، الحلم تكون عالم دكتور فنان فنان مجنون. اقرا تتثقف عافر تعرف، بالحرف لوحده هتبني الكون، بالعلم تكون نجوم في السماء. احلم على قد الحلم، الحلم تكون عالم دكتور فنان فنان مجنون، ولا عمر اكتفى من نور معرفة، الشاطر الواعي الموهوب. واحلم على قد الحلم، الحلم تكون عالم دكتور فنان فنان مجنون، ولا عمر اكتفى من نور معرفة، الشاطر الواعي والموهوب. الله، ده محمد فراج. محمد فراج. محمد فراج. ده ايه اليوم الحلو ده؟ ايه القطايت الحلوين دول؟ ده يوم جامد بس. ازيكم يا حبايبي؟ ازيك يا نجم؟ جاي برضو تكلمنا عن جدودنا. الله، طب ومالك زعلان كده ليه يا عم؟ دي حاجة المفروض تفرحوا بيها. جدودنا المصريين دول هم نور المعرفة. طب انتوا تعرفوا ايه عن انجازات المصريين القدماء في الطب مثلا؟ تعرفوا ان هم وصلوا لحاجات العلم الحديث نفسه لسه مكتشفها من وقت قريب؟ زي ايه مثلا؟ انا اقول لكم، المصريين القدماء زمان
كان عندهم علم بيسموه الدكاترة دلوقتي علم الأجنة. إيه علم الأجنة؟ علم الأجنة ده هو العلم اللي بيعرفنا كل حاجة عن الجنين من ساعة ما بيتكون في بطن مامته لحد ما بيتولد. والعلم ده ما اتطورش إلا لما الإنسان اخترع الأجهزة الحديثة اللي بتخلينا نقدر نراقب الجنين وهو بيكبر في بطن مامته واحدة واحدة. أما جدودنا القدماء المصريين فكانوا دايماً سابقين بخطوة. من أول الرحم وشكله ولحظة تكوين الجنين اللي سماها المصريين القدماء بالبذرة، وبعدين تيجي مرحلة تثبيت الجنين وأهميتها. ده غير المشيمة اللي هي بتدي الجنين الأكل والمية والأكسجين، وبعدين تتحول البذرة لعظم، وبعدين تتكون الأطراف اللي هي الإيدين والرجلين. كل المراحل دي أصلاً كتبها المصريين القدماء في نصوصهم على جدران المعابد، ودي كلها حاجات العلم الحديث نفسه ما قدرش يوصل لها ويتأكد منها غير من وقت قريب بس، بالأشعة اللي أصلاً تم اكتشافها من 100 سنة تقريباً. عارفين بقى في فرق قد إيه بين الاكتشافين دول؟ قد إيه؟ بصوا، 5000 سنة بالظبط، 5000 سنة. جدودنا طلعوا جامدين في كل حاجة. أمال أنت فاكر إيه يا ابني؟ أمال ليه ما عندناش ناس كده دلوقتي؟ مين قال كده؟ عندنا طبعاً، عندنا علماء ودكاترة ناجحين جداً جداً في شغلهم. يعني مثلاً عندنا دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب من منطقة اسمها بلبيس، طبيب وجراح قلب عظيم. كان بيحب الطب زي باباه جداً جداً، ومن كتر ما هو كان شاطر ومتفوق أخد منحة دراسية علشان يدرس الطب وهو عنده بس 15 سنة. بعد ما اتخرج من جامعة القاهرة سافر لندن علشان يكمل دراسته، وبقى أستاذ في جامعات أمريكا وإنجلترا كلها، وبعد كده بقى رئيس مركز زراعة القلب والرئتين في جامعة لندن. وفي سنة 1980 اتسجل اسمه في موسوعة جينيس بعد ما عمل عملية لواحد عيان فضل عايش بقلبه ده أطول فترة ممكن يعيشها بني آدم اتنقل له قلب قبل كده. وعشان إنجازاته الكتير والعظيمة أخد لقب سير من ملكة إنجلترا نفسها. ورغم كل النجاحات اللي شافها وحققها في كل دول العالم قال لأ أنا هرجع مصر. عارفين ليه؟ ليه؟ علشان حس إن مصر بلده محتاجاه. رجع وفتح فعلا مركز قلب مجاني في مصر، وتحديدا في جنوب مصر، في مكان من أجمل الأماكن في الدنيا كلها، في أسوان، علشان أهلنا يتعالجوا مجانا وعلى أعلى مستوى. لو سمحت يا عم. قولي يا روحي. هم جدودنا دول كانوا كلهم رجالة؟ مفيش ستات خالص؟ لا طبعا أكيد في رجالة وستات، إنما أنت بتقول كده ليه يا عسل؟ أصل عمو نجيب محفوظ والكاتب المصري ومو صلاح ودكتور مجدي يعقوب ما قلتش ستات خالص. يا بنتي الراجل غير الست. لا 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 يا حبيبي أبوس إيدك. مفيش الكلام دوت. الست ليها دور، ودور عظيم جدا كمان، ما يقلش أبدا عن دور الراجل. وعلى فكرة إحنا عندنا أمثلة مصرية كتير عظيمة كلنا بنحبهم وفخورين بيهم. زي مين؟ زي مثلا نبوية موسى. نبوية موسى دي أول ست مصرية خدت شهادة البكالوريا. وعندنا كمان سميرة موسى، ودي أول عالمة ذرة مصرية، وأم كلثوم كوكب الشرق، وسهير القلماوي اللي هي أول ست مصرية تاخد الماجستير والدكتوراه وتدرس في الجامعة، وكتير كتير كتير غيرهم. الله، ده احنا طلع عندنا ستات كتير شطارة اهو، مش رجالة بس. رجالة ايه وستات ايه يا حبايبي؟ الكلام ده خلص من زمان. وعلى رأي شاعرنا العظيم عم صلاح جاهين لما قال البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. الست المصرية بعد إصرارها على تحقيق ذاتها
قدرت تقنع العالم كله إنها كيان مستقل فعال وناجح في كل المجالات اللي ممكن تشتغلها، وزيرة، دكتورة، عالمة، فنانة. ستات نضلوا وحاربوا علشان خاطر حريتهم. أنا فخورة جداً. وأنا كمان فخورة جداً. أنا بقى فخورة جداً. مش أنتوا بس اللي فخورين، أنا كمان فخور جداً بستات مصر. طب اكرمني. طب اتخضيتوا ليه كده؟ هو انتوا بتصور فيلم؟ لا مش بنصور فيلم، انا جاي مخصوص عشان كنتوا. جايلنا احنا ليه؟ ما هو انتوا شويه ولا ايه؟ ده انتوا مستقبل مصر. طب انا هسألك سؤال. اتفضل اسأل يا سيدي. هو معقول يعني المصريين دول كانوا شاطرين في كل حاجه؟ شعب عبقري يعني؟ الدنيا دي كلها ما فيهاش غير مصريين بس. يا رجاله منين؟ من مصر. الله، امال في ايه مالكوا؟ اصل احنا شايفين ان مفيش حد وصل للعالميه من مصر غير صلاح. احنا بنلعب كره بقالنا 100 سنه، ليه ما طلعش حد زي صلاح؟ اولا مش صلاح بس اللي وصل للعالميه، في نور الشربيني وعلي فرج وبيج رامي وناس تانيه كتير. تعالوا بقى وانا اقول لكم عملوا ايه الابطال دول علشان العالم كله يشاور عليه. يعني مثلا صلاح بدأ زي أي طفل بيلعب كرة في الشارع، وبعدين لعب في أندية الكرة والمراكز اللي حواليه لحد ما بقى صعب عليه يكمل رغم موهبته، لكن ما يقسش، استمر ونمى موهبته لحد ما زار قريته واحد من كشافين الأندية وضمه لنادي عصمصون. برافو. ورغم أن حضور التدريبات اليومية كانت حاجة صعبة جدا على صلاح لبعد المسافة، إلا أنه تحدى كل الظروف لحد ما أثبت نفسه وانضم لنادي وقارن العرب. صح جدا، لعب مع الفريق الأول وجاب جوان في أكبر النوادي وتعرض اسمه على واحد من أهم نوادي مصر واترفض، لكنه برضه ما يقسش، كمل لحد ما تعرض عليه أنه يحترف نادي بازل السويسري. الله، طب ما أنتوا حافظين الحكاية كلها هو. الفكرة أن لما الفرصة جات له قدر يستفيد منها، اجتهد واتدرب لحد ما أثبت نفسه واحترف من نادي تشيلسي. طب أمشي وتكملوا انتوا؟ لا 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 لا، حضرتك كمل. اي حد مكانه كان ممكن يكتفي باللي وصله، نادي انجليزي اي حد يحلم يكون فيه، بس صلاح صمم يثبت وجوده رغم انه كان بيفضل على دكه الاحتياطي وقت طويل لحد ما راح. لا دي انا اللي هقولها بقى. ايه في ايه؟ بقالي شهر بحفظ الكلام ده، ادوني فرصتي. ما تبس يا منين توهوى. تشكر يا ذوق، لازم اجيب لكم حد كبير يعني. اتفضل يا نجم. راح نادي روما، وفاكرين طبعا عمل ايه هناك؟ ايوه فاكرين. ودلوقتي زي ما انتم عارفين صلاح بقى واحد من اهم لعيبه العالم كله. ولسه عنده طموح انه يحافظ على اللي وصل له ويطوره، بدليل انه كل سنه بياخد جايزه من اهم جوائز كره القدم. برضه ليه ما حدش وصل للعالميه من مصر غير صلاح؟ بص انت شكلك لمض، بس انا هجاوبك. مش لازم تكون مشهور وعالمي عشان تكون ناجح او مهم. في ناس لولا وجودهم ما كانش حد يقدر يعمل حاجه. مين هم الناس دول؟ الناس اللي عمرت وبنت البيوت اللي احنا عايشين فيها، لولاهم كنا هنعمل ايه؟ المزارع البسيط اللي بيزرع الاكل اللي بناكله، النجار الشاطر اللي بيعمل ابواب وشبابيك بيوتنا، الدكتور اللي بيعالجنا، والمدرسين اللي علمونا. ده غير الابطال اللي بيحمونا وبيدافعوا عن بلدنا وبيضحوا بارواحهم. شهداء مصر اللي بيموتوا عشان نعيش في أمن وأمان واسم مصر يفضل دايماً عالي. Thank you.
بس احنا جامدين يا جدعان. امال ايه يا نجم؟ لا ومش كده بس، في ايه تاني؟ احنا بعون الله مفيش اي مجال او مهنه المصري ما تفوقش فيها، سواء زمان او دلوقتي. عدوا معايا، مش انتوا شفتوا دلوقتي تفوق المصري في الطب والرياضه والادب والفن؟ ايوه. تعالوا بقى اكلمكم في الهندسه عن واحد من افضل مهندسي تشييد الانفاق والجسور في العالم، المهندس هاني عازر. اتولد المهندس هاني عازر سنة 1948 في طنطا، وفي سنة 73 اتخرج من الجامعة. بعدها سافر ألمانيا وعمل دراسات عليا في الهندسة، شارك في تشييد أكتر من نص الأنفاق الموجودة في برلين، وأصبح كبير المهندسين في مشروع ضخم لإعادة إنشاء محطات قطارات برلين المركزية. المشروع استغرق أكتر من 10 سنين، وبسببه تم تغيير مجرى نهر سبري من غير ما يأثر بشكل سلبي على تدفق المية. بعدها نال وسام الشرف من ألمانيا، فأهداه لوطنه مصر وقال: الجايزة دي هي تكريم لبلدي وللشعب المصري. أنا منبهر وفخور قوي كمان. كلنا فخورين، من أيام أجدادنا قدماء المصريين وإحنا أبطال. اقروا هتعرفوا أن زعماء وأبطال مصر القديمة عملوا أعظم حضارة في التاريخ. ايه رأيكم بقى احكي لكم حكاية؟ وفين؟ طب تعال هحكي لكم عن حكاية بطل مصري عظيم قدر يسجل اسمه في التاريخ بحروف من ذهب. جلالة الملك. دع القادة يدخلون. أمر جلالتك. القائد ابن نخبت والقائد ابن إبانة. علمت أن لديكم أمراً هاماً لا يقبل التأجيل. هو كذلك يا جلالة الملك. تكلموا إذن، أنا أسمعكم. الأمر يتعلق بمملكة كوش. ماذا عنه؟ يجب أن يعاقب ملكهم ويعلم أننا لسنا بغافلين عما يفعله. تقصد تواطؤه مع الهكسوس؟ نعم، إنه لن يتردد لحظة أن يتحالف مع جيش الهكسوس ضدنا. وفي هذه الحالة سنضطر لقتال جبهتين، واحدة في الجنوب والأخرى في الشمال. إذا أمرت جلالتك تحركنا بجيوشنا نحو الجنوب كي يعلموا أن لصبرنا نهاية. ما رأي جلالتك؟ رأيي أنه إذا كان يجب علينا أن نحرك جيوشنا فالأولى أن نحركها نحو الشمال لا الجنوب. الشمال؟ تقصد أفاريس؟ الشمال إلى أفاريس. أليس الأولى أن نحرر أرضنا من دنس الهكسوس قبل أن نلتفت لمن هم متواطئون معهم؟ القائد خزي. جئت في وقتك يا خزي. أمر جلالتك. لقد كنت أتحدث مع القادة أنه من الأولى أن نوجه جنودنا ضد الهكسوس، فماذا ترى؟ الهكسوس؟ ماذا؟ هل نسيتم أنهم أعداؤنا؟ بالطبع لا جلالتك، ولكنك تعلم أن قوة الهكسوس وأعدادهم في تزايد، وأن الحرب
لن تكون بالأمر الهين. هل يعني ذلك أن نستسلم ونرضى بأن يقيموا مملكتهم على أرضنا؟ بالطبع لا، لقد نشأنا منذ أن كنا جنودا في سفينة الثور البري على عداوة الهكسوس. كنا جنودا وكان آباؤنا جنودا، ونعلم أنه سيأتي اليوم الذي نطردهم فيه من أرضنا. نعم، وأنا كذلك يا جلالة الملك أرى أن الصواب هو ما تراه. الهكسوس هم رأس الحية، لو أبدناهم نكون قد خلصنا بلادنا من أكبر الشرور. عظيم عظيم، وهل نحن مستعدون لذلك أيها القادة؟ نعم مستعدون، بإيماننا بعقيدتنا، مستعدون برغبتنا في استرداد أرضنا. إنهم وإن كانوا أكثر عددا إلا أنهم كانوا وما زالوا رعاة همجيين، أما نحن فنملك الجيش. ونحن كذلك يا خزي، صرنا أكثر قوة وعتادا. إذن حان الوقت، سنخرج لملاقاة الهكسوس وملكهم المغرور أبو فيس، ثم نفرغ بعد ذلك لملك كوش وغيره من المتمردين. جلالة الملك، إنكم تعرضون جيش مصر لمواجهة خطر كبير، أرجو أن تعيدوا التفكير في الأمر. لقد حسمت أمري يا خزي، إما أن تحارب في صفوفنا وإما أن تنسحب. ابن إبانة، أصدر أمرا لأسطول مصر أن يستعد، وأنت يا ابن نخبت رتب لنا زيارة إلى الجيش لنرى استعداد الجنود للحرب. رسول من جنوب مصر يطلب الإذن. أدخله فورا، فلينصرف الجميع. أتيت إليك برسالة من خادمك المطيع خزي في جنوب مصر. هات ما عندك. أشكر صديقنا خزي وأبلغه أننا سوف نجازيه على إخلاصه، وأبلغه ألا يقلق فسوف نقوم باتخاذ اللازم. بالمناسبة سوف أسلمك رسالة لتسلمها له. يبدو أنها الحرب. أشكرك على ولائك يا عزيزي خزي، لقد أرسلت إلى ملك كوش أطلب منه أن يعد العدة كي نحارب جيش مصر. سنحاصرهم من الجنوب والشمال حتى لا تكون لهم بنا طاقة. أما أنت فسوف أطلب منك معروفا، إذا أسديت سوف أنصبك أميرا على جنوب البلاد ونائبا لي. اقتل يا احمص. اقتل يا احمص. اقتل يا احمص. اخبر عبدي يكون ان ياتي حالا. امرك سيدي،
هذه فرصتي، ولن تأتي ثانية إذا لم أستعملها. آه من هذا الحلم! لن يحكم جنوب الوادي إلا أنا. أمرك سيدي. كونا، لك عندي مهمة، إذا أنجزتها سوف تنال خيرا كثيرا. مر تطع. كما أنا سعيد من أجل المستوى الذي وصلتم إليه من التدريبات، مصر الآن تناديكم، فاستعدوا. أبي سقن رع قدم حياته من أجل تحرير هذه الأرض، وحان الوقت كي نؤدي نحن أيضا واجبنا نحو بلادنا ونخلصها من دنس الهكسوس المحتلين. فهل أنتم مستعدون؟ مستعدون. سوف يبلغكم القادة بموعد التحرك، والآن استمروا في تدريباتكم. ائتوا بطبيب حالا او احملوه للقصر. استهموا جاء من هذه الناحية. انها الخيانة، الحقوا به. احملوه للقصر حالا. سيدي، ماذا حدث؟ هل قتلته؟ لا، اخطأ السهم وقتل الشخص الآخر وهم يطاردونني. أيها الأبلة، احمني يا سيدي. هل تبعوك إلى هنا؟ لا أعلم. هل رأى أحد وجهك؟ أيضا لا أعلم. سيدي، سيدي، اهدأ، اهدأ، اهدأ يا رجل، أغمض عينيك حتى تهدأ. لقد فقدنا أثره. لابد أن نعرف من الخائن. ولكننا سوف نعثر عليه. لابد أن نعرف مصدر الخيانة. هل تشكان في أحد؟ نعم، ولكن يجب أن نتأكد أولا. ماذا تقصد؟ هل تسمح لي جلالتك بالحديث؟ تكلم. منذ أن اتخذت جلالتك قرار الحرب لم يحرك القائد خزي ساكنا من أجل إعداد الصفوف. إن أفعالها كلها تثير الشكوك، وزادها رفضه للحرب. هل يصل الأمر للخيانة؟ ربما. إذا كان ذلك السهم موجها لجلالتك فهو بلا شك جاء من شخص يريد أن يمنع هذه الحرب. لا 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 لا، ربما من أحد أتباع الهكسوس أو جاسوسا من مملكة كوش. أما أن يكون الخائن مصريا وقائدا، هذا ما لا أتمنى أن يكون حقيقة. ها، قائد القوات خزي، تركت جيش أحمس وجئت بنفسك إلينا. لا بد أن الخط جلل. هو كذلك أيها الملك. قتلت يا أحمس. لا، أخطأه السهم. أخطأه السهم؟ تمزح ها؟
قائد القوات خزي تخطئ سهام جنوده. لقد أرسلت واحدا من أفضل الرماة. من أفضل الرماة؟ إنك تطمئنني بذلك على حالة جند مصر. لما لا تعاود الكرة مرة أخرى وتحاول؟ ربما يصيب سهمك في المرة القادمة. جلالة الملك، لم يعد باستطاعتي أن أعود لمصر. لابد أنهم علموا بعد اختفائي أنني وراء محاولة قتل الملك. صحيح. أيها الحارس، أكرموا صديقنا خزي وأمدوه بما يكفيه من المؤن وأطعموا خيله جيدا، فلقد جاء من سفر طويل. أشكرك. وأمامه سفر آخر. سفر آخر؟ نحو الجنوب. ولكنني عزيزي، عزيزي خزي، أنا لم أعد أضمن سهامك ولا ولاءك كذلك يا عزيزي، فربما يخطئ سهمك في المرة القادمة فيصيبني أنا. ولكن أبلغ يا أحمس خالص تحياتي. ما أبشع الخيانة. جلالة الملك، لقد ألقى الحراس القبض على رجل من الهكسوس يدعي أنه مصري من شمال البلاد، ويقول إنه يريد مقابلتك على وجه السرعة. مصري؟ أين هو؟ ينتظر في الخارج. ائتوني به. من أنت وما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنا مصري يا جلالة الملك. أبي وجدودي مصريون، ومنذ أن حكم الهكسوس أفاريس ونحن ننتظر اليوم الذي تتحرك فيه جيوش مصر لاستعادة أرض أجدادنا. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد اتخذت على نفسي عهدا، أنا والمخلصون من أبناء أفاريس، ألا نالوا جهدا لتحرير بلادنا من دنس الهكسوس، فرأيت أن أكون خادما عند ملك الهكسوس كي أعلم أخبارهم عن قرب. وعندما علمت أن قائدا مصريا يخون بلاده ويتواطأ مع أبو فيس ملك الهكسوس، حملت نفسي وأتيت إليكم كي أحذركم وأخبركم بأن جيش الهكسوس علم بأمر استعدادكم للحرب، وربما كذلك علموا بخطة جيشكم. هل قلت قائدا مصريا؟ نعم يا جلالة الملك، رأيته بعيني يقف بين يدي أبو فيس ملك الهكسوس. ما اسم هذا القائد؟ رجل يدعى خزي. وأين هو الآن؟ طرده ملك الهكسوس بعد أن علم فشل محاولته لاغتيال جلالتكم، ولابد أنه مختبئ في مكان ما في طيبة. هل هناك شيء آخر تود أن تخبرنا به؟ نعم، أود أن أخبركم بأن المخلصين من أبناء مصر في أفاريس، وهم كثيرون، في انتظار قدومكم كي تعود أفاريس إلى ربوع الوطن المصري الكبير. أشكرك على إخلاصك، يمكنك الآن أن تنصرف. ابحثوا عن خزي. أمر جلالتك. هل عقد ملك مصر العزل؟
نعم يا جلالة الملكة. والجيش هل تراهم مستعدين؟ مستعدون وعازمون على استرداد الأرض. كأنني أرى سقنا رعى وهو يحمل سلاحه ويستعد للحرب. كنت أعلم أنها ربما تكون المرة الأخيرة التي أراه فيها، ومع ذلك لم أفكر في منعه. ماذا يا أمي؟ أنا لم أعهد فيك ضعفا طوال حياتي، فلا تفعلي ذلك الآن. لا يا بني، لا، لن أمنعك. فتلك الأرض التي انتزعوها من بلادنا كأنهم انتزعوها من جسدي أنا، ولم يعد في استطاعتي أن أهدأ إلا عندما تعود. أما أنا فلن أهدأ إلا إذا أبدت آخر جندي فيه. ألم ترضعيني عداوة الهكسوس منذ ولادتي؟ اذهب يا بني وعد بالأرض، فلم يعد صبري يطيق بقاءهم أكثر. سأذهب يا أمي وأترك حكم البلاد لك، فلن أجد أرجح من عقلك وحكمتك وحبك لوطنك. لن أوصيك. أنا من ستوصيك يا ولدي. أريني، تجديني طائعا. أنت قائد ولكنك جندي قبل أي شيء، فتقدم الصفوف لتكون قدوة لجنودك، فإن أقدمت أقدموا، وإن تراجعت تقهقروا. روحك ليست أغلى من أرواحهم. اضرب لهم المثل في الشجاعة والفداء وحب الأرض والعرض والنيل هبة الحياة. أحمس، عد منتصرا أو شهيدا يا ولدي. خذ بثأر أبيك سقن راح، ومن مات على أيدي البغاة ظالمين. استعد أرضك وأرض أجدادك، فالأرض الطيبة لا تخضب إلا بدماء أبنائها وأنت منهم. الوطن كالأم، هبة الإله، فقد أودع فيهما سر الوجود. بني، اجلب الرضا لقلبي وقلب وطنك، ومعهما الشرف والخلود. اذهب مباركا يا ولدي. أحمس. نعم يا أمي. عد بالأرض أو لا تعد. أمر جلالة الملكة. الرب يحرس مصر وملكها أحمس. نثر ساو كمت نسوتس يا أحمس. نثر ساو كمت نسوتس يا أحمس. Thank you.
أبحرت شمالا بقواتي لطرد الهكسوس، وأمامي جيشي الشجاع مثل لهيب النار، ورماة القوس من الميجا فوق أسطح القمرات يراقبون الأسيويين لتدمير أماكنهم. كان قلبي مغتبطا، وعندما أشرق نور الصباح انقضضت عليه كما لو كنت صقرا. انظروا وراءكم، قواتي تلاحقكم أينما ذهبتم. نساء أفاريس لن يلدن، وقلوبهن لن تنبض في أجسادهن عندما تسمعن صيحات الحرب من قواتي. ما أسعد حاكما يتقدمه جيشه وهو في رحلة العودة للوطن، فليس هناك خسائر في الأرواح ولا انفطرت قلوبهم. رسوت بسفينتي وأصبحت طيبة في عيد. وانتصر البطل أحمس على المحتلين وعلى المصري الخايب. مصري ويخون. عندك حق، بس ضعاف النفوس واللي بيفضلوا مصلحتهم الشخصية وأطماعهم على مصلحة وطنهم للأسف بقوا موجودين في كل زمان ومكان. وعمل إيه أحمس بعد كده؟ بدأ أعظم نهضة لبناء دولة حديثة. ربنا بيبعت لمصر اللي ذكرها في كتب المقدسة أبطال في لحظات صعبة جدا عشان تفضل أمنة، أحمس ومن بعده أبطال تانيين، لغاية لما وصلنا لعصرنا ده بإنجازاته. هي دي مصر، هي دي مصر المنصورة، هي دي مصر بأبطالها وعلمائها وشهدائها، هي دي مصر اللي محدش يقدر عليها أبدا طول ما أولادها موجودين. يعني إحنا نقدر نبقى زي كل الأبطال دول؟ أيوة تقدر، ونبقى علماء مشهورين؟ تقدر، ونقدم فن وثقافة تكمل حضارة جدودنا؟ تقدر تقدر. تقدر وسط الضلمة تفن زي الشاطر زي الجن، مهما سافرت تعود وتحن اللمة وسط صحابك تسهر. تحت الصفر بدأنا طريقنا، كل يوم بنقول حققنا خطوة تقرب عمرها ما تدوم. يا ما قابلنا دموع وهموم، بس خلاص الزمن اتغير لما